كلنا ساعات بيكون عندنا مشكلة في عينينا أو عين ولادنا، بس ساعات الظروف مش بتساعد إننا نكشف. عشان كده وفرت خدمة الاستشارة عن بعد مع دكتور أسامة عبد الحكيم، اللي من خلالها هنتقابل ونشخص ونناقش خطط العلاج. كل المطلوب منك إنك تاخد 4 صور بطريقة معينة هنشرحها في فيديو مخصوص، وبعدين تبعت رسالة على رقم الواتس بتاع الفريق الطبي واللي هتلاقوه مكتوب مع البوست ده، تطلب فيه حجز استشارة على النت. بعدها هيتم التواصل معاك وتحديد يوم وميعاد استشارة النت، وقبل ميعاد الاستشارة ب5 دقايق هيوصلك لينك على الواتس بتاعك، وكل المطلوب منك تضغط على اللينك ده اللي هيدخلك على برنامج تقدر تشوفني واشوفك فيه. وفي المقابلة دي هتعرف ايه التشخيص والعلاج، وربنا هو الشافي المعافي. صور العيان محتاج صور ضرورية عشان نقدر نشخص العيان. اول حاجة بنشغل الفلاش، وبعد كده بعد الموبايل نخليه بالعرض، بعد كده اكبر لغاية ما تبقى عينيه باينة وياخد صورة، ماشي. ونفس المسافة بقول العيان بص يمين وبعدين بص شمال وبعدين بص فوق، واخد ال3 صور دول وناخد صورة ثانية، ونعمل زوم برضو كبر وناخد صورة بالفلاش، ونعمل زوم برضو وناخد كده. اهم حاجة لما يلف ما يلفش راسه، مش عايزين كده يعني زي كده وتجيلي الصورة زي اللي تخلص، لان كده راسه مش عادل يعني.